تنفيذ الكرة الثانية له في هذه المباراة، لكن هذه المرة بعيدة شوي. هنا تسديدة قوية، بعد ذلك الاتفاق ما بين دميان دياز، حطها مررها بس وسددها وسألني عنها. نعم حمدان الكمالي، صاروخ للكمالي مرة من هنا في مرمى الإمارات، في مرمى الشاجي، في مرمى الشاجي. الهدف الثاني له شخصيا لأصحاب السعادة، لأصحاب الريادة، هم من يتقدمون بالهدف الثاني. سجل هذه المرة، سجل في الشوط الأول وما زال يريد أن يسجل أيضا في الشوط الثاني. هدف ثاني لأصحاب السعادة، يتوجهون لمن؟ لإسماعيل وللأبناء الموجودين في قائمة السيد بيسيرو وفرحة جماهير نادي الوحدة. هدف التأمين يأتي الآن عن طريق حمدان الكمالي فيها هذه اللقطة، الشاتي في زاوية والكرة في زاوية، ويبدو بأن الوحدة في هذا الموسم يتغنى من على زاوية، يريد من خلالها أن ينقض على صدارة دورينا، يريد أن ينقض على ما يريد من هذا الموسم. وإن قالوا لن يمنع اثنين من كان الضايعة، كرة ملعوبة في المرمى، هدف حفظ ماء الوجه ألكساندرو يسجل، لكن في وقت متأخر، في وقت متأخر يسجل ألكساندرو في اللقطة الماضية. لاحظ اللقطة والمحاولة ومرت بهكذا طريقة. ألكساندرو يقول أنا من سجلت، وسعود فرج يقول أنا من سجلت. المهم سجل الإمارات هدف في هذه اللحظات، ليعاد سيناريو نفس نتيجة الدور الأول 2-1، 2-1 الآن في هذه المباراة. دقيقة تتبقى على نهاية الوقت المحتسب بدل الضايع، كرة بتتخلص من خالد شماريخ، محاولة في وسط الملعب صافرة لمصلحة كانت ألكساندرو، وعادل الحسني هل يسجلها؟ ألكساندرو، الكل يتابع ألكساندرو، وكرة في المرمى ولا لا؟ هي في المرمى، الله، مستحيل مستحيل مستحيل، عادوا للمباراة، عادل النتيجة يا عادل الحسني، مستحيل ما حدث الآن في هذه المباراة. هدفين في الوقت الضايع، ألكساندرو في المرة الأولى، وألكساندرو من ركلة جزاء يعود للمباراة. التعادل 2-2، يا لها من مباراة مجنونة مجنونة مجنونة، ومن كرة القدم سحر وجنون. لاحظ اللقطة ولاحظ اللي عاد اللي كان فيها ركلة جزاء أيضا من عادل عبد الله، كان الخطأ، ألكساندرو يسجلها على يمين حارس المرمى عادل الحسني. الإمارات تتحصل على نقطة ثمينة ثمينة من فك أصحاب السعادة، خرجت